السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه حلقه نخصصها لمناقشه اسباب واثار وابعاد انقطاع خدمه الانترنت في اليمن. قالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الحوثيين إنه تم استعادة لينك بسعة 20 جيجا بايت كحل إسعافي لانقطاع الإنترنت لحين استكمال إصلاح الكابل البحري المقطوع. وأوضحت في بيان نشرته وكالة سبا النسخة الحوثية أن حلولا إسعافية عاجلة اتخذت خلال اليومين الماضيين ضمن جهود شركة اليمن في صنعاء لتوفير الإنترنت. وبحسب موقع المصدر أونلاين فإنه بعد متابعة وتقص للمعلومات تبين أن حالة الكيبل البحري سليم، موضحا أنه يربط عدة دول ووحدها اليمن فقط هي من تدعي أنها متضررة، مؤكدا أن الشركة المالكة للكيبل الذي يبلغ طوله أكثر من 10,000 كيلومتر لم تعلن عن أي أضرار فيه، مضيفا أن خبرا كهذا في حال حدوثه تتم تغطية أخباره في عشرات المنصات الإعلامية العالمية لكنه لم يتحدث أحد عنه باستثناء شركة اليمن اليمنية فقط. إذا نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: لماذا اليمن وحدها من انقطعت عنها خدمة الإنترنت؟ وهل للحوثيين يد في انقطاع الإنترنت؟ وما هي الأسباب؟ إذا قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير الذي أعده الزميل ماهر أبو المجد ومن ثم نعود. مخاطر كثيرة للاستخدام السلبي للإنترنت في كل دول العالم، أنا رحت كثير من دول العالم، كثير يعني حوالي 5 فما فوق دولة أجنبية. يستند الرجل على خبرته الطويلة في الأسفار، كيف لا وهو الذي جاب 5 دول. لا يمكن إرجاع ثقة وزير الاتصالات في جماعة الحوثي وهو يستطرد في حديثه مبررا قطع خدمة الإنترنت إلا إلى الجهل، فوحده الجهل من يعطي ثقة عمياء كهذه. يحاول الاختباء وراء مغالطات من قبيل الحرص على الأطفال، متناسيا أن جماعته تسوقهم إلى محارق الموت في جبهات القتال. اللافت أيضا في حديث الوزير الحوثي هو محاولة حصر الاستفادة من خدمة الإنترنت على طبقة معينة يسميها هو بالطبقة المثقفة، وربما يصبح الإنترنت حصراً لمن اصطفاهم الله من آل بيت رسوله وفق الاعتقاد العقائدي لتلك الجماعة. هذا نهم، هناك نهم وهناك سوء استخدام بشكل كبير جداً على الإنترنت، يعني أيضاً الأطفال، النساء، أبناء الطبقات غير المثقفة في العالم الآخر لا يستخدموا الإنترنت إلا بشيء، يعني أو يخضع لدورات تأهيلية حتى يتم منحه حق استخدام الإنترنت. وراء كل هذا الحديث هنالك هدف واحد: عزل اليمنيين تماماً عن العالم حتى يسهل تدجينهم والسيطرة عليهم، وتلك سياسة متبعة منذ عهد الأئمة أسلاف الوزير الحالي، عوضاً عن ملابسات التوقيت الذي تم فيه قطع الإنترنت عن اليمنيين بحجة انقطاع الكابل البحري في قناة السويس. وإلا كيف يمكن فهم سياسة الترشيد في بلد يستخدم فيه جل سكانه ما يوازي استخدام شخص واحد من تلك الدول التي زارها الوزير؟ وزارة الاتصالات استدركت حديث وزيرها ونشرت خبراً محتواه أنه تم استعادة لينك بسعة 20 جيجا كحل إسعافي لحين استكمال إصلاح الكابل البحري المقطوع الذي لم تصرح الشركة المالكة له عن تعرضه لأي أضرار بعكس ما تدعي السلطة الحاكمة في صنعاء. وذاك يعني أن الجماعة تسعى ربما إلى فرض مزيد من الحصار على اليمنيين في الداخل، حصار سيمتد إلى شاشات الموبايل الشخصية. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش وأرحب بضيفي من الرياض مهندس الاتصالات السيد محمد المحيميد. سيد محمد مساء الخير. مساء النور أخي العزيز عليك وعلى المشاهدين الكرام. أهلا بك سيد محمد، يعني كونك يعني متخصص ومهندس اتصالات، يعني ما مدى دقة ما يقوله الحوثيين عن أن سبب انقطاع الإنترنت في اليمن يعود لعطل في الكابل البحري في قناة السويس المصرية؟ في الحقيقة أن الأخبار عن هذا الموضوع شحيحة جدا، ولكن مؤخرا في اليومين الأخيرين وجدنا بعض المصادر فعلا تتحدث عن حدوث قطع في الكيبل البحري مما أثر على الإنترنت
في عدة دول منها اليمن والسعودية والكويت وتنزانيا وكينيا والسودان. نعم. لكن التأثير ظهر بجلي في اليمن، لأن اليمن تعتمد بشكل رئيسي يبدو على هذا الكيبل، ولا يوجد لديها أي بديل آخر، بعكس مثلا السعودية التي لديها أكثر من بديل وأكثر من خط. وبالتالي أنا أميل إلى يعني تصديق خبر حدوث عطل في هذا الكيبل. نعم، لكن يعني سيد محمد، يفترض أن الكثير من الجهات تتحدث بأنه يعني حدث كهذا، يفترض أن الكثير من المنصات العالمية تتحدث حول هذا الخلل الحاصل أيضا، يعني يفترض أنه يوجد ضرر ملموس في دول أخرى كالسعودية وغيرها، حتى وسائل إعلام سواء سعودية أو أخرى لم تتحدث أو لم نجد معلومة تأتي في هذا السياق، كون الضرر يعني شمل الجميع، ولكن هناك دول لديها بدائل بينما اليمن لا يوجد، لكن لم نسمع حديث من إعلام هذه الدول حول هذه المشكلة. أتفق معك أن الضرر الحاصل في اليمن ضرر كبير جدا مقارنة بالدول المذكورة الأخرى حسب المصادر الأجنبية التي اطلعت عليها. نعم. وذكرت أن القطع الحاصل ربما يؤثر على الإنترنت في هذه الدول، وكما قلت لك ذكروا منها السعودية والكويت و السودان وتنزانيا وكينيا. نعم. وأنا أقول لك أنه السعودية، وأنا في الرياض، يشعر بعض المستخدمين أحيانا ببطء في الإنترنت، أو نعم. ربما أن هذا يعود إلى نفس المشكلة، لكن أنا أقول لك أن الخبر تأكدت منه أنا، رغم أني في البداية فعلا لم أجد أي مصدر يتحدث عن هذا الموضوع. نعم. وبالأمس تقريبا تأكدت أنه حصل فعلا، تم الإشارة في كذا موقع أجنبي لوجود قطع في الكيبل البحري، لكن هذا لا يعفي أن جماعة الحوثي تعمل على تدمير قطاع الاتصالات والإنترنت، وتحاول وقد ربما تستغل هذه الفرصة. نعم. يعني لمحاولة التضييق على الناس بحجة أن هناك قطع في الكيبل البحري، ربما أن الضرر الحقيقي أقل مما هو في الواقع الآن. بالضبط. وتم استغلال هذا الحادث للتضييق على اليمنيين، وربما سمعنا أخبار أنهم يقومون بتركيب أجهزة تنصت على المستخدمين. لا ندري نحن ما هي نوايا الحوثيين التي أعلن عنها وزير اتصالاتهم قبل أسابيع عندما تحدث عن محاولة ترشيد استخدام الإنترنت ومنح شهادات لمن يستخدم الإنترنت وتحديد أوقات محددة. هو بناء على كل ما ذكر هذا الوزير سابقا سيد محمد، ومع يعني أن الجميع يلاحظ أن الأزمة فقط أو أزمة الكابرة اللي حصلت هي انعكست فقط على اليمن ولم تنعكس على دول أخرى، بمطابقة حديث ما قاله الوزير بأن هناك يعني يجب ترشيد استخدام الإنترنت، وأيضا ب يعني المستجدات الحاصلة مؤخرا بالمنطقة من يعني مسألة الأحداث الأخيرة المتسارعة وعزل اليمن عن المعلومات، ربما يكون الأمر يحمل نوع من التعمد في هذا الجانب. بالضبط كما قلت أخي الكريم، ربما أن هناك استغلال الخبر هذا ومحاولة تجييره لتحقيق أهداف حوثية مرسومة مسبقا، الهدف منها رفع أسعار الإنترنت على المستخدم، الهدف منها أيضا التضييق والتجسس على المستخدمين ومراقبة نشاطهم على الإنترنت. أنا أقول لك أن لا، يعني بناء على ما ذكره وزير الاتصالات الحوثيين قبل أسابيع، فإنه يتأكد لنا أن هناك نوايا مبيتة لهذه الجماعة في قطاع الإنترنت تحديدا. نعم، إذن تكرم البقاء معي سيد محمد، وأشرك معنا في الحديث سينضم إلينا من الجزائر الصحفي رضوان الحاشدي. سيد رضوان، مساء الخير. مساء الخير خالد حبيش، إذن معذرة، هو سيتم تصحيح السيد رضوان حبيش، مرحبا بك. إذن نتحدث سيد رضوان اليوم عن مشكلة الإنترنت، والتي يعني يرجعها الحوثيين على أنها مشكلة في الكابل البحري، ويعني نتساءل هنا ما قراءتك لأبعاد ودلالات انقطاع الإنترنت على اليمن؟
أولا شكرا على إتاحة الفرصة للحديث عن حدث مشؤوم نعتبره في بداية عام 2020 لليمنيين والمواطنين. إذا سمحت لي أستاذ من بيان المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية للاتصالات في اليمن تابع جماعة الحوثي بأن أكثر من 80% من ساعات الإنترنت الدولية في اليمن خرجت عن خدمة. التي هي أصلا يا أخي العزيز هي خارجة عن خدمة. المعاناة التي يتجرأها المواطن خير دليل على ذلك. يا أخي إذا افترضنا وصدقنا أن هؤلاء أو تم انقضاء الكابل البحري في قناة السويس. وإنه أرسلنا بقرص قطعنا الكابل هذا أو خبشه ولا غواصة بحرية غرزت فوق الكابل هذا حق الشعب الذي ما عرف النصيب إلا للمصيبة واحدة أخرى. أخي العزيز أضيفة هناك سفن بحرية تابعة لشركات الاتصالات العالمية. نعم. أنا لا تقوم هذه تقوم بهذه المهام. يعني لماذا لماذا لم يتم التنسيق معها؟ يعني في فترة وجيزة يقومون بإصلاح الائتلاف في فترة قصيرة جدا. نعم. ولماذا فقط اليمن تبررت؟ يعني لم نسمع يعني بقية الدول الأخرى. كان المفترض أن نسمع يعني حتى ولو حدث يعني حدث بسيط. لا اسمع هذا الشيء، اقولها وانا مستغرب كلامي يا خالي. ما يحدث لخدمه الانترنت في اليمن يحدث لها هو ما يحدث لها هو كارثه بكل المقاييس. لكن سيد رضوان هل يعني وارد في الامر ان يعني هي المشكله موجوده حسب ما تحدث ضيفنا مهندس الاتصالات محمد المحيميد بان هناك مشكله حدثت لاكثر من دوله ولكن يعني اليمن هي من تضررت بشكل أكبر لأن بعض الدول لديها بدائل. يعني أنت كما تحدثت أيضا بأن مشكلة كهذه يفترض أنها يعني أنت أو يفترض أن تحل بساعات وفترة وجيزة، لكن هل يمكن القول أن هنا يوجد استغلال لهذه المشكلة من قبل الحوثيين واللعب على هذه الأزمة؟ صحيح أخي العزيز افترضنا هو كان صحيح. هناك فترة وجيزة تقوم الشركات العاملة في الاتصالات الدولية بالتنسيق مع الدول المتضررة. يعني مدة ساعات. أنا أقول وأنا مسؤول على كلامي يا أخي العزيز، ما يحدث لخدمة الإنترنت في اليمن هي سياسة همجية من قبل جماعة الحوثي. لا تفهم في أبجديات العمل المؤسساتي. ومنها الاتصالات وخدمة الإنترنت. تصاريح وبيانات الوزير مصفر خير دليل على محدودية عقولهم للأمانة. يعني أنا أعتقد وفي اعتقادي هناك تركيب لأجهزة التنصت يعني ومراقبة للمواطنين. وأيضا لا نستطيع أن نقول هناك مشاكل مالية من اختلاس الحوثيين لقيمة سداد مستحقات الاشتراك الدولي. هذه لم يذكرها أحد. هناك مستحقات مالية لم تدفع تقارب ما يقارب 150 مليون دولار. يعني هناك أسعار الاشتراك على المواطن مصادفة أجهزة الواي فاي ورجعت الخدمة الإنترنت والآن يتم انقطاع الإنترنت بشكل كامل على المواطنين أو في اليمن بشكل عام. داخلي أيضا شرعيتنا هي كارثة على الأمانة، هي حلت علينا وعلى المواطنين. لماذا الاعتماد على كيبل واحد؟ لماذا لا يتم تشغيل الكيبل البحري أيضا في عدن الذي تم دفعه عليه أكثر من 40 مليون دولار ومتوقف لأكثر من عامين؟ صراحة ما يحدث والله العظيم هي كارثة بكل المقاييس. مسؤولين كان من المفترض إحالتهم للتحقيق سواء في حكومة صنعاء ولا حكومة الشرعية، إهمال ولم بلى. نعم. إذا نظرنا إلى مسؤولين الشرعية في الرياض يعني مفسكين ومؤنترين وسرعة الخطوة ما شاء الله، والمواطن الذي لا حول له ولا قوة باقي معه النافذة يا رب العالم غلقوها عليه وخلوها محلقة صراحة. نعم، إذا وضحت الصورة. ابقى معي سيد رضوان. أعود لضيفي مهندس الاتصالات السيد محمد المحيميد. سيد محمد، يعني إذا ما تحدثنا عن مشكلة الكابل والتي يتم الحديث عنها بأنها مشكلة حدثت في قناة السويس المصرية، يعني الفترة التي مرت يعني حدود 3 أيام والجميع يتحدث في اليمن بأن الإنترنت منقطع، أيعقل أن تأخذ مشكلة كهذه كل هذا الوقت لإصلاح هذا الخلل؟ يعني في العادة مشاكل كهذه تصلح خلال فترة وجيزة وأحيانا ساعات. نعم أخي الكريم، بالنسبة لإصلاح الخلل يعتمد على مقدار الضرر الحاصل على الكيبل، فإن كان الضرر كبيرا فإنه قد يستغرق يعني فترة أطول يعني أسبوع أو أكثر من ذلك، وإن كان الضرر أقل من ذلك
فإنه يتم إصلاحه في ساعات وربما أيام قليلة. نحن ننتظر، لكن حسب معلوماتي أنا من اليمن أنه بدأ الإنترنت بالتعافي، مما يدل على أنه إما أن الحوثي يعني يتحكم بمقدار يعني الإنترنت التي يسمح بها، وبالتالي فالضرر أقل مما هو حاصل على الناس الآن، لأنه غريب أنه يعني يتم استعادتها بشكل تدريجي وليس بشكل كامل. بالضبط. ننتظر للساعات القادمة ونرى هل تم إصلاح الكيبل بشكل كلي، لأن أنا مستغرب أنه يتم استعادة سرعة الإنترنت أو جودتها بشكل تدريجي وليس بشكل كلي. لكن كما قلت لك يعتمد فترة إصلاح الكيبل نعم. على مقدار الضرر الحاصل فيه. بالنسبة للموضوع، أنا الأخ رضوان تكلم عن وجود مستحقات مالية على المؤسسة العامة للاتصالات لمورد الإنترنت لليمن. أقول أن هذه حجة حوثية غير مقبولة. الحوثيين يستلمون مئات الملايين من الدولارات من الشركات، من شركات الاتصالات، وكل هذه الملايين من الدولارات تذهب إلى تمويل الجبهات والحشد الشعبي. بالضبط. يعني يتحملون المسؤولية مباشرة في هذا الأمر، كون حتى أن الاتصالات والإنترنت باتت أسعارها مضاعفة على المواطنين مقارنة بفترات سابقة، وبالتالي أين تذهب هذه الأموال؟ يعني هم يتحملون كامل المسؤولية. بالضبط. وأيضا نحن نحمل وزارة الاتصالات الشرعية المسؤولية أيضا، لأنها تخلت عن واجبها وتركت الاتصالات بكاملها والإنترنت تحت سيطرة الحوثيين منذ الانقلاب، ولم تفعل شيئا في مقابل سحب هذا القطاع بما له وما عليه ليكون تحت سيطرة التحكم الشرعية. فكما ذكر الأخ رضوان، التقصير حاصل من الجهتين، إجرام وفساد عصابة الحوثي هذا لا جدال فيه، وأيضا أن حكومة الشرعية تركت هذا القطاع تحديدا يعني تحت سيطرة وتحكم الحوثيين دون فعل أي شيء يذكر. نعم. لكن سيد محمد، يعني من خلال متابعتك وأنت يعني شخص متخصص في هذا المجال، هل بالفعل وجدت تعليق للشركة المزودة أو المالكة لهذا الكابل تتحدث حول هذه المشكلة؟ لم أجد للشركة نفسها، لكن وجدت مصادر أجنبية وحسابات أجنبية تتحدث عن وجود دمج او ضرر في الكيبل، وذكروا الدول التي ستتاثر منها، وذكروا منها السعوديه واليمن والكويت. نعم. ولم يحددوا مقدار الضرر، نفس الكلام الذي ذكرناه في البدايه. نعم، اذا وضحت الفكره. اشكرك جزيل الشكر مهندس الاتصالات محمد المحيميد، كنت معنا من الرياض، واعود لضيفي من الجزائر الصحفي رضوان حبيش. يعني سيد رضوان، حديث الانترنت وليس بجديد، يعني الحوثيين دائما ما يتخوفون بشكل كبير من موضوع الانترنت ويلجؤون بين فترة وأخرى على التضييق على الناس. لماذا التساؤل هنا، لماذا كل هذا التخوف من الانترنت من قبل الحوثيين؟ سيد العزيز، جماعة الحوثي ورأسها وزير الاتصالات الأسبر تحدث في الأسابيع الماضية عن وجود مشاكل او اتهام المواطنين بالاصح انه بسبب تباطؤ الانترنت في اليمن هو بسبب المواطنين ومن هذا القبيل. لكن اذا نظرنا اخي العزيز ان المفترض ان الخدمه تقدم مجانيه وباسعار معقوله. نعم. لكن للاسف هناك تم جبايات وارباح على ظهر المواطن البسيط. اخي العزيز، ايضا انا اركز على ايضا لن تشهد عليها، هي ايضا لها دور فيما يحدث للاسف للامانه. يعني بعد تفشيل شبكة عدن، إذا تذكرنا شبكة عدن نت بأكثر من 100 مليون دولار. نعم. المواطنون كانوا من قبل يشكون من رداءة الإنترنت وسرعتها وعزوفهم حتى على تجديد الاشتراكات. نعم. رغم أن الحال أفضل مما يعانيه المواطنون في الشمال وتحت سيطرة جماعة لا ترحم في هذا الجانب. أخيرا يا أخي العزيز، والله أقسم بالله القلب يبكي دما من هذا الحال، حصار وخنق في جميع المجالات. صحفيون، زملاء، أيضا مراسلون من جنوب وكالات عربية وعالمية، وحتى مراسلي قناة بلقيس يعني يعانون هذه المشكلة. نعم. يعني حتى احنا نحن نعاني عند التواصل لا اما خارج التغذيه او لدينا ثغره في ذقن، حتى الصوت يعني حتى ما نسمع الان الا بعد يوم او يومين حتى يتحمل. يعني هي المعاناه يعني قائمه حتى في الظرف الطبيعي يعني والوضع الذي هو يعتبر وضع طبيعي، الناس يشكون ويعانون من
الانترنت، فما بالك في هذه المشكلة التي حدثت مؤخرا، يعني انقطع اليمن تماما عن العالم. إذن وضحت الصورة سيد. هناك حل، يعني إذا قلنا هو التواصل مع الاتحاد الدولي للاتصالات للضغط على هذه الجماعة، يعني العمل على السماح للاستثمار في الاتصالات. هناك شركات تريد أن تدخل السوق، ما تكلمون يقول احتكار من قبل، لذلك لابد من ممارسة الضغط الإعلامي المستمر عليهم للخروج بأفضل الحلول إن شاء الله. نعم، إذن هذا ما سيتم. إذن أشكرك جزيل الشكر الصحفي رضوان حبيش، كنت معنا من الجزائر. وأرحب هنا بضيفي المحلل السياسي، سينضم إلينا من مصر، وضاح الجليل. سيد وضاح، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين. أهلا بك سيد وضاح. يعني نتحدث اليوم عن أزمة الإنترنت التي يعاني منها المواطنون في اليمن مؤخرا، يعني كيف تقرأ انقطاع الإنترنت، وهل هناك دلالة في التوقيت الذي صاحب أحداث كثيرة حدثت على مستوى المنطقة؟ نعم، ربما يكون لهذه الأحداث ارتباط بشكل أو بطريقة أو بأخرى، لكن في الأساس نحن أمام ميليشيا ترغب في الاستحواذ على كل شيء وتجهيره لصالحها، أو تجهير كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها الخدمية لصالح بناء اقتصادها الخاص داخل اقتصاد الدولة أو الاقتصاد الموازي لاقتصاد الدولة، بما يجعلها أقوى من الدولة وأكبر منها. وهي عموما قد ألغت مؤسسات الدولة وأحلت ميليشياتها بدلا عنها. حاليا هناك عدة احتمالات أو تفسيرات لما حدث. أحدها إما أن الجماعات وميليشيا الحوثي ترغب في استثمار هذا القطاع وبيعه لمستثمرين في القطاع الخاص، ومن ذلك إجبار الصرافين وشركات الصرافة على استئجار قنوات خاصة لتشغيل الإنترنت، ومن ثم الحصول على أرباح طائلة منها، كون قطاع الصرافة هو الأكثر المتضررين حاليا من انقطاع خدمة الإنترنت. وهناك احتمال آخر أكثر قوة، بأن جماعة الحوثي ترغب في تسليم شركة الاتصالات اليمنية والإنترنت وتليمن وكافة قطاعات الاتصالات، تسليمها وبيعها أو تسليمها دون بيعها، تسليمها لأنصارها أو لبعض الشخصيات القيادية في هذه الجماعة لتصبح ملكية خاصة بها. وهذا يتناسب مع ما ذكرته، أن هذه الجماعة ترغب في تحويل كافة مؤسسات الدولة إلى مؤسسات خاصة بها، وتحويل الاقتصاد اليمني إلى اقتصاد ميليشاوي أو اقتصاد خاص بهذه الجماعة، وتقوية نفوذها على حساب مصالح اليمنيين، وهو ما ينسجم مع مشروعها في عزل اليمن والسيطرة عليه وتحويل اليمنيين إلى فئتين، فئة تابعة وفئة أخرى متبوعة، أو القول مثلا تحويلهم إلى مشرفين ومشروفين، بحيث تحاول أو تسعى هذه الجماعة إلى ضرب ونصف كافة المؤسسات الدولة، ومن بعد ذلك نصف الاقتصاد اليمني بمختلف قطاعاته، وتجريد اليمنيين من أي قوة أو من أي إمكانية لمقاومة نفوذ هذه الميليشيا، ومن ذلك أن يكون لديهم مؤسسات تمكنهم من مقاومة هذه العزلة، أن يكون أيضا لديهم اقتصادهم الذي يعيشون طيب عليه. سيد وضح، سيد وضح، هنا كان معنا في الحلقة منذ قليل مهندس اتصالات سيد محمد المحيميد، كان معنا من الرياض، ويتحدث بأن المشكلة حسب ما كتبت يعني بعض الوسائل الأجنبية بأنها موجودة في قناة السويس المصرية، وإنما هي مشكلة خفيفة وقد يعني تحدث لها معالجات، لكن الدول المتضررة ذكرت اليمن والسعودية والكويت وكينيا والكثير من الدول. اليمن على وجه التحديد هي من يعني تتحدث بأن الإنترنت عطل لديها تماما، بينما الدول الأخرى الأمور ماشية بوضع طبيعي. أيضا
ترك المهندس نقطة مهمة، وهو أن مسألة الإنترنت إذا كان هناك خلل وتم إصلاح هذا الخلل هو سيعود إلى وضعه الطبيعي حينما يصلح هذا الخلل، ولا يعود بشكل تدريجي كما تأتي الأنباء من اليمن بأن الإنترنت الآن يعود بشكل يعني متدرج، وهنا ما لا يدع مجال للشك بأن هناك أزمة مفتعلة وهناك يعني فعل متعمد. كيف تنظر إلى هذا الجانب؟ نعم، كما ذكرت لك الفعل المتعمد موجود وقائم، وجماعة الحوثي تسعى إلى السيطرة على هذا القطاع، إضافة إلى أننا نتذكر قبل حوالي شهر عندما تحدث وزير الاتصالات المعين من قبل الجماعة عن استهلاك الإنترنت، وأنه ليس من الضروري على اليمنيين أن يستخدموا الإنترنت بتلك الكثافة وبتلك المساحة الزمنية في كل الأوقات، وكأنه يريد أن يقول لليمنيين أو أنه يوجه رسالة بأنه سيتم حصاركم ومنعكم من استخدام الإنترنت إلا بشروط. طبعا هذا الأمر فيه تناقض، جماعة الحوثي تسعى إلى استغلال الإنترنت كقطاع اقتصادي أو كمصدر دخل ومصدر ارتزاق بالنسبة لها، وفي نفس الوقت تريد عزل اليمنيين والتحكم بخياراتهم في التعاطي مع شبكة الإنترنت، وهذا أمر معقد. لكن نحن هنا أنا أود أن أشير إلى مشكلة أخرى عميقة وخلل كبير بنيوي، وهو متعلق بالحكومة الشرعية نفسها، والتي مضى حتى الآن 5 أعوام دون أن تستطيع سحب الصفر الدولي وشبكة الاتصالات والتحكم بها ومن قبلها، أو حتى إنشاء بدائل لليمنيين. تركت شبكة الاتصالات متاحة للحوثيين يتحكمون بها ويسيطرون عليها، وهذا بكل ما فيه من اختلالات اقتصادية وخدمية أيضا يخدم جماعة الحوثي ومشروعها. وإضافة إلى ذلك كل اتصالات وحركة التواصل بين اليمنيين بما فيها المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين على الميدان مراقبة من قبل جماعة الحوثي، ونحن نعلم أن كثير من القادة العسكريين تم اغتيالهم أو استهدافهم من خلال التلصص على مكالماتهم وعلى تنقلاتهم من خلال شبكة الاتصالات. نحن هنا أمام فشل ذريع وأمر مخزي بالفعل قامت به الحكومة الشرعية أمام جماعة الحوثي، وظهرت مهزومة في هذا الجانب، وأتاحت لهذه الجماعة بالسيطرة على مختلف القطاعات وما فيها هذا القطاع المهم، والذي كان من السهولة بمكان أن يتم سحبه من تحت يد هذه الجماعة ومنعها من السيطرة عليه بهذا الشكل. إذن وضحت صورة. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي وضاح الجليل، كنت معنا من العاصمة المصرية القاهرة، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة، أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة زميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله ورعايته.